يوم حزين بشواطئ الإسكندرية، غرق 6 أشخاص في ثالث أيام عيد الأضحى. سجلت شواطئ غرب الإسكندرية يوم الاثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك غرق 6 أشخاص بسبب ارتفاع الأمواج وعدم التزام رواد الشواطئ بتعليمات المنقذين ورفع الراية الحمراء والنزول في ساعات الصباح الباكر قبل مواعيد العمل الرسمية. بينزلوا بدري أو الصبح ما يكونوش لسه في فرق الإنقاذ جت، فبالتالي بيغرقوا وما فيش حد بيلحقهم. وشهد شاطئ الإسكندرية الغربي غرق طفل يدعى معاذ أحمد مرسي 9 سنين من محافظة البحيرة مدينة أبو حمص وهو مريض بالتوحد، وأبلغ والده بنزوله الساعة 2 صباحا من شاطئ الإسكندرية الغربي، وتم انتشال جثته الساعة 5:30 صباحا من شاطئ الصفا. وشهد شاطئ كناري غرب غرق محمد زكي البيومي 19 سنة من مدينة الزفتة محافظة الغربية، ونزل لمياه البحر الساعة 5:30 الصبح. وعمر عادل شادي 20 سنة طالب من الغربية قرية الحسين، وجاء وقت نزوله للبحر الساعة 4:30 الصبح وانتشل جثته 5:30. وشهد شاطئ الهانوفيل العام غرق محمد السعيد الدسوقي 55 سنة مقيم بشارع الورشة الهانوفيل، واللي نزل للميه الصبح الساعة 2 الظهر، وجرى انتشال جثته الساعة 3 العصر. تم نقله إلى مستشفى فيما غرق أحد الأشخاص بشاطئ الهانوفيل الشرقي المميز، وجاءت ساعة النزول كانت 12:15 وانتشال جثته 12:30، وتم انتشاله من البحر بواسطة أهله. فيما شهد شاطئ أبو تلات غرق أحد الأشخاص. يشار إلى أن شاطئ شهرزاد بغرب الإسكندرية شهد أمس غرق أحد الأشخاص في تاني أيام عيد الأضحى، وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا لـ7 غرقى خلال أجازة العيد. كانت شواطئ الإسكندرية شهدت ارتفاع شديد جدا للأمواج ورفع الراية الحمراء خاصة بالقطاع الغربي، وسط تحذيرات بعدم السباحة خلال ارتفاع الأمواج، وبلاش برضو تنزلوا الصبح بدري، تستنوا لما يكون في فرق الإنقاذ موجودة وبتشوف شغلها، وربنا يستر ويسلم الجميع يا رب.